סמכות שרוב תלו לפי איתלם, לפי זרוע מלחם, לפי זרוע אלון, ישראל יסדות שלכם סביב. סלום עליכם. תענו פריד? שי מחמד יחמד סעד תבוש. شوف محمد سنة ورا بس عشان اكلمك عشان تشوف تصلي هنا بقى ثانية واحدة بس انا شايفك بتعمل سندوتشات تشرح لنا كل الحاجات دي انا ساعتك دي الكبدة بضيف الطومة ده اسبوع الزخم ياخد شطة وطومة عليها ايوه والطومة والملح سجق الدخن وفي سجق داني ساعتك وفي كفتة وفي كلاوي انا شايف ال السندوتش السجق المدخن ده ما حدش بيعمله خالص غير في كوريا. احنا متميزين اصلا بالسجق المدخن بالنسبه لمصر عامه يعني. وسعره كام بقى؟ لا 5 جنيه واللي معهوش يجي ياكل. الله الله ما شاء الله. كام يعني؟ يعني انتوا اي حد بيجي ومعهوش فلوس برضه؟ ما بنقفلش بالشرح يعني. ما شاء الله. الشرف ما شاء الله. طب مش سعره رخيص 5 جنيه؟ لا هو كده معقول بالنسبه للناس. معقول سندوتش سجق مدخن ب 5 جنيه والكوست بتاعه كمان عالي يعني السندوتش مش فاضي مليان ساعات مليان ورينا كده في الموتش وقال فرع الشيف اللبني ب 5 جنيه 5 جنيه طب بقيه الانواع قلت ايه؟ ساعتك في سجق ضاني ده سجق ضاني مفروض كفته وفي كلاوي والكبده كله اي سندوتش ب 5 جنيه ب 5 جنيه الزباين انطباع ايه عن الاكل؟ الله الحمد لله ان زي الفل ولو بتشي اصلا مسمع في الفرق وفي شغل في اماكن كتير نوصل روسي ومانسين ناس بتيجي من كل حته طبعا شكرا لك شكرا لك ايه بقى ده؟ طيب ثانية واحدة حسين سوري هنا بقى تعرف عليك حسين محمد حسين؟ حسين محمد حسين محمد حسين طيب حسين قول لي انا شايف قدامك كذا نوع اشرح لي دي كبده سجق مدخن سجق اسكندراني كفته كلاوي مكرونه بشاميل مكرونه مشكل عليها كفته كبده كلاوي ده اسكندراني سندوتش ب 5 جنيه حاجه جميله طعم حلو حاجه جميله طعم حلو يعني السجق ده احكي لي حكايته ايه؟ السجق الضاني ده ولا اللي هو اسكندراني الكبير ده ده مدخن يعني السجق ده احكي لي حكايته ايه؟ السجق مدخن ب 5 جنيه طبعا معهوش ما ينفعش وحاجه جميله يعني كويسه وحلوه وانضف الانواع والكبده نفس النظام 5 جنيه برضه السجق الاسكندراني احنا بنسمع ان سندوتش الكبده بيوصل ساعات ل 15 جنيه و20 جنيه بيكون مكون من نوع العيش لو الفرنساوي الباكلاني فيه اللي هو دوت 5 في عند اللي هو اللقطه لا انا بشوف الفينو الصغير ده برضه عند ناس ثانيه ب 15 ليه؟ ده حسب المكان اللي بيقفوا فيه بيبقوا عاملينه زي سياحه انما هو ب 5 جنيه بقى بيكسب 5 جنيه حلو تمام وسندوتش الكفته دي كفته فيها لحمه؟ كفته لحمه ضاني وب 5 جنيه؟ ب 5 جنيه وعندنا دوت ب 10 جنيه اللي هو الباتيبان الفرنسي عندنا دوت ب 10 جنيه الباتيبان الفرنسي انما العادي ب 5 جنيه العادي ب 5 جنيه والكفته دي مكوناتها ايه؟ الكفته دي عباره عن لحمه ضاني حط عليها مثلا سنة رشة بسيطة والتوابل بقى اللي هي البصلة مع الفلفل الرومي مع الملح مع الليمون مع البهارات بتاعتها بقالكوا قد ايه؟ احنا بقالنا حوالي 34 سنة 34 سنة طب انا شايف ما شاء الله في اقبال على سندوتش ب 5 جنيه اكتر من الحاجات الثانيه ايه السر كده؟ الله اكبر يعني هنا احنا كنا اساسا عربيه كبده الاول قبل اي شيء كان سندوتشات كبده بس طورنا جريل عملنا برجر وبعد كده دخلنا في السوسيس وبعد كده بقى دخلنا الشيف معانا محمد يحيى دخلنا بشاورمات بنيهات كريبات زنجر كله بلد يعني الحمد لله 5 جنيه واللي معهوش ما يدفعش واللي معهوش ما يدفعش شكرا حبيبي اتعرف عليك محمد الشيخ انا ابن الشيخ الصغير صاحب المكان صاحب المكان انا شايفك شغال اهو ما شاء الله اشرح لي كده بشتغل بايدينا يعني كل حاجه اشرح لي الحاجه دي دي هنا كبده هنا في اسكندراني ده مشهور في المكان ده عندنا في الفرق يعني الشطه بتاعته زياده يعني المكان معروف بالسجق الاسكندراني ده اساسه اسمه سجق 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 اسكندراني بشطه مدخن مدخن مش معروف ده معروف مش رخيص ان هو يبقى 5 جنيه مدخن هو بقى عشان الناس برضه تعرف تاكل معانا يعني وتبقى الدنيا مبسوطه معاهم وبقيه الانواع ايه؟ بقيه الانواع ان هو في كفته
بخمسه برضه نفس السعر. ايوه الاعصاب كلها بخمسه. يعني كبده كفته كلاوي اسكندراني كده كلها بخمسه. هنا برضه المكرونه اللي بتحط عليها تشكيله وبتاع برضه. بس المكونات بقى مكونات هنا بتحط الكبده اللي بتحط عليها البهارات وبتاع. فلفل كده. فلفل حامي برضه عشان يبقى طعمه حلو مع الزبون. تمام كده. سعر السندوتش 5 جنيه. 5 جنيه. حق عليك؟ محمد الشيف الشيف الصغير صاحب مكان. قول لي الحاجات اللي عندك. عندنا هنا كبده سجق اسكندراني ضاني كفته. بس اشهر حاجه هنا نقول السجق الاسكندراني المدخن ده. يعني اسعاره 5 جنيه يعني على قد ايده وبتاع. كويس جدا يعني. مكونات ايه بقى؟ مكونات هنا السجق ده بيتحط عليه التوابل بتاعته والشطه بس بتبقى زياده بس. كان زول بيحبها بزياده لو هي قليله وبتاع ما بيرضاش. الكفته دي معموله من ايه؟ الكفته دي معموله من الضاني وبتاع. انت بتقول السعر 5 جنيه. السعر 5 جنيه كل الاعصاب 5 جنيه. يعني واللي ما معوش يعني ما فيش مشكله ما بنتكلمش معاه في حاجه يعني. بيجي لنا كتير الصبح وبتاع يعني ما بنعترضش على حاجه يعني معاه 4 3 عادي ما فيش مشكله. اللي ما معوش ما بيدفعش. يعني بتبقى بسيطه يعني ان شاء الله. ربنا يكرمنا يعني على طول. ماشي. المحل ده بقى له 30 سنة يعني أكتر من 30 سنة بالمحل. شغال بالبركة كده. الحمد لله يعني. واتشهر عندكم سندوتش المدخن. اتشهر السجق الاسكندراني ده كده يعني ربنا كرمنا فيه يعني المكاسب بتاعتنا في السجق الاسكندراني ده يعني. ربنا يرزقك يا رب. جون سعيد. جون قول لي أنت شايفك جاي تشتري إيه بالظبط؟ كبدة والسجق كفتة. ايه حكايه السجق اللي الناس عماله تتكلم عليه هنا في الشغل؟ السجق طعمه مختلف عن السجق اللي بيتعمل. ليه في ايه؟ يعني حراق كده وتحسه فاهمني؟ في حاجه غريبه. يعني بيقول عليه سجق اسمه سجق ايه؟ اسكندراني حراق. متعرف عليه؟ معلش كرومي. كرومي جاي تشتري اكل؟ انا اشتري جنبي الشيء كبده. يوم عندهم حلوه قوي. كبده حلوه. وايه تاني؟ الكبده والسجق عندهم جميله قوي. تمام شكرا ليك. شكلك مع واحد مكرونه صوره.